لازم يطلع من قلبهم يعني شعراء يكتبوا بالعامية. وانا فاكر اني لما سمعت الجدال قلبي اتخطف، هو نعم بيقول حبوبتي وبيحكي نعم عن شجر السنتو، يعني كان عنده اشعار وحشية، نعم وانا كنت بسعد جدا لان انا يعني كانت المناطق دي انا اللي لمستها، لقيته هو يعني ايه اوغل فيها بصورة فريدة. وكان هناك مجموعة من الشعراء الشعبيين، وانا فعلا ليا فترة طويلة ما رحتش السودان، وانا اظن الان انهم يعني لا شك انهم كتروا يعني، نعم فانا اليهم بأحييهم بقول لهم ان يعني مشوار الشعر عسير وطويل ومنهك ومتعب، لكن يعني هو يعني بيدينا معنى للحياة يمكن ما يعني ما يطلوهاش اي يعني ناس من العاديين. نعم فاحنا بقدر شقائنا وبقدر وعورة المشوار لازم نبقى سعداء، لان ربنا رمى في ايدينا هذه الذرة الجميلة اللي بتضيء يعني اكحل ليل في حياتنا. تحية للشعراء السودانيين فصحى وعامية، وتحية للشعب السوداني اللي كان يعني يعني اشوفه قدامي معرفش اجيب نهايته. يعني طبعا احنا كنا بنقول للمرفهين يعني في قاعة الصداقة، نعم انما احنا كان لينا طبعا بنروح نعمل امسيات شعرية للبشر للناس لامثالنا يعني من الفقراء اللي كانوا يجوا الستات باولادهم بعالمهم. بصراحة انا يعني سمت منظر لا يمكن على الاطلاق انساه، وهو يعني هذه الامسيات المتوالية اللي عملناها خارج الابنية الرسمية في الخرطوم وام درمان. تحياتي طبعا كبروا الولاد الصغيرين اللي كانوا شايفيني اياميها ويمكن مش فاكريني، كبروا الان واصاروا رجالا. تحية اليهم، تحية الى امهاتهم، تحية الى احبابي الشعب السوداني اللي انا بعشقه واللي فعلا يعني يمكن يعني نصي فيه ونص التاني في صعيد مصر. وكل سنة وانتم طيبين.